أنا عم دور على أي طريقة توصلني لطرف خيط صغير. أمرك سيدي، رح خبرك أول بأول. الله معك سيدي، الله معك، الله معك، مع السلامة. ايه يا ابني، معك المحقق فضل. في قتيل اسمه زياد العامر تابع للضيعة اللي انتو فيها. بدي اياكم تتحروا عن اخوه صابر. اذا اجى على الضيعة كرمال دفن، كرمال العزاء، كرمال اي شيء، مثل ما بتعرفوا هذا الزلمة مطلوب. بانتظاركم. شكرا. احترامي سيدي، ابو مرعي صار هون. لين عمي عزو؟ مرني. وين عمران؟ هلا طلع من شوي عمي، بس خير انت شو صاير معه؟ فيك شيء؟ طلع عمران على البيت. هاكي ما بنتي الا. متاي لحيا ابوك عم ينفق. لا يا عمي عزو، ما على قلبك شر ان شاء الله، تفضل ارتاح، تفضل ارتاح. يلا. انا عمي هلا بدي احدق لخالتي ام قمر. خليها هي تلاقي لنا على المشفى وانا باخذك لهنيك فورا. سلامتك. شو عم تحكي انت؟ وامتى صار هذا الحكي؟ ويا لقامتي. طيب وينه وينه هلا؟ فهمني. جاي جاي. يلا شوفي شو صاير. ابي ابي ضغطت على قلبه وجهه نظره. فهمينا. لك علي الحلال يا سيد عمران، عيشه الاكابريه غير شكل. هلا قول اللي عندك وبلا حكي بلا طعمه. لك علي الحلال حاسس فيه وبعرف هي لوعة الأب، مشان هيك اتعذبت خيرات الله مع صابر لحتى قبل معي. شو صار؟ منيحة، هات البشارة. حسبي الله ونعم الوكيل. طول جوهرة بقى. أخي قبل ياخذ دية أخو. منيح، قديش بده؟ علي الحلال بده 75,000 ليرة.